مرة تانية بالأستاذة نايلة حسن السمان، الفزعة الصحفية والروائية والمعلمة أيضا. يعني يشرفني أن أذكر أيضا يعني أنك خريجة معهد تدريب المعلمات الثانوي العام، وتزامنت هذه الفترة بتواجد الموسيقار العظيم المقيم الراحل مصطفى سيد أحمد كدارس في هذا المعهد العريق مع الأستاذة نايلة، وكانت زمالة وتعززت بالصلة بالأدب من جهتها والمسرح والموسيقى من جهته. أستاذة نايلة، دارين نتناول أكثر الموسيقار مصطفى سيد أحمد الرمزية في شخصيته وفي حياته وفي أعماله الأدبية من خلال رؤيتك أنت ومزاملتك له القريبة عن قرب. هو بالأحرى يعني مصطفى كان متميز في تعامله، احترامه لأساتذته، فكان هو ماخذ المواد العلمية. نحن جينا للمعهد بنتخصص في أكثر من مادة لكي نقوم بتدريسها، يعني بدل ما تتخصص في مادة واحدة مادتين. فهو كان متخصص رياضيات وجغرافيا، وأخذ أنا أخذت مسرح، هو أول أخذ مسرح بحبه للمسرح، وبعد ذلك اكتشف موهبته، ولكنه أتى إلى المعهد ومعه غدر دموعك والسمحة قالوا مرحلة، وكان فنان مكتمل يعزف العود وكل هذه الأشياء. وعندما اكتشف يعني بانت موهبته، أستاذ محمد سراج الدين لحليه وأخذه في الموسيقى بدل المسرح. فكان متميز، كان متميز وحساس، يعني كان لا يجرح أحد ولا يتطاول على أحد من الزملاء والزميلات. وكما قلت في مقابلة تلفزيونية كانت معي تلفزيون السودان، إنه كان يحترم في المرأة عقلها، يعني عنده تميز سيلكتيف في علاقاته سواء مع الزملاء أو الزميلات، حتى مع الأساتذة كان حساس، يعني لدرجة أنه كان بتوق لكل شيء يكون مكتمل، زي ما لاحظنا في مرضه الأخير في حفلة الدوحة كان بيشرف على الترتيبات بنفسه. فأذكر في حفلة تخرجنا كان بالأستاذ وردي، وكان يطمح إلى أن تعزف خلفه فرقة الأستاذ وردي. والله يرحمه عندها غضبة وأخذ العود وتحدث بأنه بالعود سوف يصل ما يريد، يوصل ما يريد، وكانت يعني وقد كان يعني بقول لك انه على الملأ والجمهور وتخريج أساتذة وتغييم للمسرح وهكذا. فمصطفى كان انسان متميز في كل الصفات، وكان خلوق يعني حتى في حياته الشخصيه. انا بفتكر انه يعني اختياره لزوجته بثينة الله يطول عمرها ويخلي لها سامر وسيد احمد، يعني كانت رفيقه الدرب، وكان يعني بيهتم بجزيئات الصغيره في كل شيء، فكان انسان بمعنى الكلمه، ورمزه في حد ذاته مصطفى رمز لاشياء كثيره حتى في كتاباته. يعني انا اتذكر كان بيقرا من قصايده حاجه عن الجن، يعني اتذكر لا تخني الذاكره لم احتفظ بها، لانه الانسان ما بيعرف انه الغدر حيفرقنا في وقت باكر، يعني بدون ما نتشبع ونفهم ابداع بعض. نعم، أنا بشوف أن مصطفى سيد أحمد صراحة يعني شخصية استثنائية، يعني هو قيمة روحية أكبر من أن هو يعني مغني، أكبر من أن هو أطرب يعني أسمعنا، هو في نفسه شخصية استثنائية ما أبالغ لو قلت شخصية عبقرية بإحساسه، كان إحساسه عالي لدرجة أنه حتى أعتقد أنه اللغة العادية ما كان بتقوى أنه تقدر توصل أحاسيسه بقوته بعنفوانه بصدقها. يعني يمكن يعني تكون عندك إضافة أو يعني ممكن تقدر تثرينا يعني بمقاطع شعرية أو بقصائد كتبتيها فيما يخص الموسيقار مصطفى سيد أحمد. والله فجعت كما فجع الوطن والجميع، وللأسف لم تكن جنازته كما كانت جنازة عبد الحليم حافظ وأم كلثوم. يعني يجب أن نكرم مبدعينا، منهم المبدعين وسوف يأتي الموت، لأن أول السابقين واللاحقين. فدي رسالة بوجهها للكل، إنه يفترض الحدث بتاع الشارع العام يتسامى وعظم الشخصية. فمصطفى كان قريب، وربما أنا قصيدتي هذه عنوان يكون فيه شيء من الرمزية، اسمها كرنفالات حزن مرثية من الأرض لابنها البار مصطفى سيد أحمد. لقد رثاه السودان، الكلمات كلماتي ولكن على لسان حال السودان، لأنه بجد كان فقد للبلد. فبقول فيها بعد الفقد صابني الوهن، ربوعي غطاها الحزن، حواسي أعياها التعب، غنيت وكان صوتك رقيق دفقة رحيق، اغرس أمل
أحيانا يكون ممزوج غضب وفنك عجب، أجعلت نيران الحماس، أحييت التراث الفي حاضرنا وماضينا انكتب، ونسيت كمان إنك مغني سقيت عمرنا بهجة وطرب. من يوم فارت ديارنا ورحل غطاها الحزن صاب المحل، بس حبك الليق وزاد وكان دوام حافظ للوداد، قال غناوي ردت حكاوي، خلى التاريخ ما قالوا راوي، سجل مشاهد الزمن كان ليه شاهد، عدد لي مآثر بحبي كان دايما بفاخر، حب لترابي فاق الوصف ما بنحكي ما بتوصف، بعدك خلاص جف المداد شاخ الحرف، والمغنى ذاته قبل رحيله حس وعرف، أداه من نبع الغزير قال ليه بس أغرف غرف، بعدك خلاص مسخ الغنى مسخ العزف، حباك جيل حباك جيل يل انت شامخ كالنخيل، والنيل انسكب ليك سلسبيل، ما انت يا نغني الجميل قدرك جليل وفنك أصيل، من بدري لازم تنخطف. اشتقت ليك اشتقت ليك شوق أم لي صغيرة، شوق غريبا فارق ديار وقاسة من الغربة وهجيرة، شوق عريس اللي الفال ورش الضريرة، شوق عروس اللي حبيبي المحلال ورابط الحريرة، شوق فريق اللي السير والغنوات العديلة، شوق بني تنزايد حياها بترقص في الدارة بخطوات مهيلة، ما انت كنت غناها كنت نورة يا عشق الحرف يا عشق الحرف، يا مطوع ليه كلماته التقيلة، يا صعب اللحن المجلجل في بواديها ونيلة، ما انت شمس عزته في حاضرة وجبيلة، ما انت فارس حوبته يا ضوء الجليلة، غنيت كلاما زي الحجة تقول الغنى بيك انتهى وبيك ابتدى، بس ريتك لي كانت فريدة مؤكدة، وعيلة رايتي بغناك كل العالم شافه وأكده، وقت الغيبة طالت وبقى ما لها حد، وقت مرضك طال وقسى وفات الحد، طال شوق السواقي انسكب دموع كاويات لخد، سألني منك الجروف وينو عاشقنا عاشق الحروف قلب السعد، يما وينو بلبلنا المغرد حيعيش بعيد عننا للأبد، قلت ليهم لا 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 ده عاشق ترابي يختار غناي واصطفى، عانى وقاسى كتير عشان ما قال شبع ما قال كفى، دندن عود وناي الحزين علي ألم وجرح كفى، مل الكون بروايع ما قال زول ما بقدر أوصفة، بس جانا هادم اللذات سكت النغم بريق اختفى، يوم جابوا النعش يوم جابوا النعش شفت كرنفالات حزن شفت كرنفالات حزن، والفرح من ربوعنا اختفى، حزن النيل والقمر قالوا أخبار كئيبة ومؤسفة، كل الخلوق كانت رجوعك كل الخلوق كانت لرجوعك مشتاقة ومتلهفة، ما عشان مفارقت الحياة اللينة المترفة، وغنيت كلام مليان صدق وغنيت كلام مليان صدق مليان وفا، انسكب في وجداننا مشاعر جميلة ومرهفة، بعدك خلاص بعدك خلاص عقرت وعقر النغم عشيت رحيلك يا مصطفى. يعطيك العافية يا أستاذة، ويعني ذهبنا من حال إلى حال يعني، وكلامك ده يعني في شخص مصطفى رمز مصطفى بنهديه أكيد لروح الدوش والطيب صالح وعلي المك وكل المبدعين السودانيين اللي كان قدرهم أن يرحلوا عننا في سن مبكرة وفي زمن مبكر زي ما قالت أستاذتنا، ويمكن السودان يعني ما هنقول ما محظوظ لكن ده قدرنا يعني، ونقول الحمد لله على كل حال، لكن يظل السودان مليء بالمبدعين، وتظل حواء السودانية مبدعة وحواء السودانية أكيد ولادة، وهو عندنا الليلة موجودة معنا أستاذة نايلة فزع. أستاذة قبل ما نختم معك يعني عشان نمشي من جو الحزن ده، ونحن حلو مر يعني من المر نمشي للحلو، وكان عندك طرفة نعم عن الناس حسن نجيلة، هو نعم أنا بقول الرمزية فيها أحيانا بيكون فيها ذكاء، فحسن نجيلة في ملامح المجتمع السوداني وفي ذكرياته كتب عن الشيخ غريب الله، فكان طبعا صوفي
فكان بتهجد، فسمع جاه صوت من بعيد بتاع أغنية. سمع مغني بيغني بقول يا ليلة بقالي شاهد علي نار شوقي وجنوني. فاستمع للمقطع أكثر من مرة، قال لهم جيبوا لي بيغني ده. فطلبوا من كروما يأتي إلى الشيخ غريب الله، وكان متوجس خيفة ماذا فعل وماذا هناك من الشاذ في غناه، هل هناك مسؤولية دينية؟ وجاء وهو خائف. فعندما مثل بين يديه طلب منه الشيخ غريب الله أن يغني له ما كان يغنيه، فغنى كروما يا ليلة بقالي شاهد. فالطرفة في تعليق الأستاذ حسن نجيلة، فقال شتان ما بين ليلة كروما وما بين ليلة الشيخ غريب الله. وهنا الرمزية في الليل بالنسبة للمغني كانت شيء، وبالنسبة نعم. للمتصوف كان العابد كان شيء آخر. فهنا التعليق فيه ذكاء. أكيد نعم. أكيد بالدمس. شكرا جزيلا لك يا أستاذة نايلة، وأمسيتنا حقيقة معك يعني كانت مميزة أكيد، وكانت يعني كانت مليئة بالشجن وبالاستئثار يعني الروحي والعاطف، وفعلا ده يعني ده بميز الرمز يعني أكيد. العاطفة أكيد. المتقدة وال يعني والسحر يعني للرمز بيختلف عن أي نوع تعبير آخر بالتأكيد. وزي ما ذكر أمجد يعني في اتصاله إنه استفزاز العقل في حد ذاته دي براها قيمة يعني نعم. يمكن هو جاوب على سؤالي يعني بطريقة العقل غير مباشرة، يمكن أن بيكون منتوج نعم. الرمز ده لو ما كان عنده منتوج إلا استفزاز العقل فده براه نعم ما كفاية يعني. بعدين استفزاز العقل يصدح بيستنهض الروح بالضبط نعم. بيستنهض بالضبط. السمو والرقي في الروح عشان بالضبط. يقدر يصل يعني ويفهم الجوانب الـ يعني مش نقول المختبئة وراء صح. الرمز وراء التعبير الأنيق. أحيانا بيعمل مظاهرات نعم ظهرات ومشاكل أكيد أكيد. شكرا جزيلا لك أستاذة نايلة فزع، شكرا كثيرا يعني، كل سنة وأنت طيبة ورمضان كريم، وشرفنا جدا بوجودك معنا في حلو مر هذه الأمسية، وإحنا دخلنا في ساعات الصباح الأولى كمان يمكن. شكرا جزيلا لوجودك معنا، سعدت بتواجد معكم، وكان الحلو يعني باين في وجوهكم النيرة وفي الغنو وكل مما دخلت الباب بالبشاشة المعهودة، ونقول لكل المشاهدين تصبح على خير ورمضان كريم ومزيدا من الإبداع ومزيدا من الرمز، ونتمنى للغناء كل تقدم بكم انتو الشباب. تسلم تسلم الله يخليك.